يشتكي أهالي مدينة طرطوس وريفها من أزمة مياه متفاقمة بسبب ازدياد ساعات التقنين الكهربائي ووصولها إلى أكثر من 22 ساعة في اليوم، إضافة إلى عدم إمكانية ضخ المياه من مجموعات الديزل بشكل كاف بسبب قلة مادة المازوت. عدة شكاوى تقدم بها أهالي المحافظة وأعضاء في مجلس الشعب لحكومة النظام مطالبين إياهم بإيجاد حلول إسعافية لأزمتهم، لكن من دون جدوى. نتابع التقرير ثم نعود للنقاش. بعد درعا والسويداء ودمشق وحلب وسواها من المحافظات السورية، تمتد أزمة المياه لتصل إلى الساحل السوري وفي طرطوس تحديداً، كإحدى تبعات أزمة الوقود والكهرباء المستمرة في مناطق سيطرة النظام. فكيف يواجه أهالي المحافظة الساحلية العطش؟ يقول الأهالي لصحيفة الوطن الموالية إن ازدياد عدد ساعات تقنين الكهرباء ووصولها لأكثر من 22 ساعة يومية عطل إمكانية ضخ المياه، فضلاً عن قلة مادة المازوت المستعمل لتشغيل المضخات، ما جعل انقطاع المياه عن المنازل يستمر ما بين 15 يوماً متواصلة إلى 30 يوماً، وسط عجزهم المادي عن تعبئة الصهاريج بعد أن وصل سعر الصهريج الواحد لأكثر من 60 ألف ليرة. عدة شكاوى تقدم بها أهالي المحافظة لمسؤولين في حكومة النظام مطالبين إياهم بإيجاد حلول إسعافية لأزمتهم، كما رفع أعضاء من مجلس الشعب التابع للنظام كتاباً لرئاسة مجلس الوزراء مطالبين إياه بربط مشاريع المياه بخطوط كهرباء ساخنة أو زيادة حصة محافظة طرطوس من الكهرباء، لكن دون أي استجابة تذكر. في السابع من حزيران الماضي خفضت حكومة النظام مخصصات المحافظات من مياه الشرب إلى النصف، وأعزت الأمر حينذاك إلى انخفاض منسوب المياه في الآبار وزيادة الطلب، وذلك على الرغم من ارتفاع درجات الحرارة وتضاعف الحاجة إلى المياه. في تقرير صادر عن الأمم المتحدة منتصف العام الفائت أكد أن ما يزيد عن 12 مليون شخص في سوريا هم بحاجة للوصول إلى المياه، كما حذر من العواقب والأمراض المميتة الناتجة عن نقصها. فكيف سيكون الحال بعد مرور أكثر من عام تفاقمت فيه الأزمة وما زالت مؤسسات النظام تتنصل من المسؤولية وتتبادل الملامة بينما يموت الناس عطشا؟ حول هذا الموضوع معنا من باريس الصحفي عبد السلام حاج بكري. مساء الخير سيد حاج بكري، شهور على أزمة المياه في طرطوس، بداية ما أسباب هذه الأزمة المتفاقمة؟ يسعد مساك أنت والسادة مشاهدي تلفزيون سوريا. طبعا الأزمات تتوالى على السوريين طبعا في كل مكان، في طرطوس واللاذقية وحمص وغيرها، ومنها اليوم أزمة المياه المفتعلة في مدينة طرطوس وريفها. وهذه الأزمة يعني ذات وجهين، يعني الريف يستطيع سكان الأرياف بشكل عام ولا سيما القرى الصغيرة يستطيعون تأمين مياه الشرب ومياه ري المزروعات والاستهلاك اليومي من خلال الينابيع والآبار الموجودة لديهم وهي غزيرة جدا. أما الشق الآخر فهو يشمل سكان المدن الذين يعانون فعلا من هذه الانقطاعات الطويلة للمياه وهذا الشح في المياه، مع تقصير الدولة أو تعمد الدولة عدم إيصال الكميات الكافية من الاستهلاك للاستهلاك من المياه وهي متوفرة بكثرة، مرة تتحجج بالتقنين الكهربائي ومرة تتحجج في انقطاع مادة المازوت وعدم إمكانية الضخ بكميات كبيرة تكفي للاستهلاك، ولكن الحقيقة هي غير ذلك تماما. يعني مدينة كطرطوس تعج يعني واحدة من أثرى مدن سوريا بالمياه وهي لا تنقصها المياه إطلاقا، مع مدينة اللاذقية معروف تماما. يعني هذه الجبال هي كتلة مائية بغطاء نباتي وترابي، يعني المياه موجودة بكثرة ولكن النظام بشكل عام يتعمد زيادة الضغط على المواطنين إن كان في طرطوس أو اللاذقية وغيرها من أجل استمرار خنوع هؤلاء الناس، من أجل إشغال هؤلاء الناس فقط بتأمين لقمتهم
بتأمين مياه شربهم، بتأمين المياه الكهرباء، بالبحث عن الوقود وهكذا. هذا ما يريده النظام فعلا، وهي مأساة حقيقية أن ترى مدينة كطرطوس أو محافظة كطرطوس فيها عشرات السدود الصغيرة ومئات الينابيع. أينما توجهت، أينما مشيت في طرطوس، في قرى طرطوس، الينابيع تسيل وتصب في البحر، يعني تذهب إلى البحر ولا تستثمر جيدا. عبد السلام، لا يوجد مشكلة في مصادر المياه الطبيعية كما تقول، هل يمكن أن تكون المشكلة نتيجة نقص المحروقات وتوقف المضخات؟ شوف صديقي الكريم، بالتأكيد هناك مشكلة في نقص الوقود، وفي مشكلة أيضا بالوقود الذي تعتمد عليه بعض يعني شفاطات التشغيل أو مكنات شفط المياه في المدينة، إضافة إلى نقص الكهرباء الذي أيضا تعتمد عليه بعض المضخات في يعني سحب المياه. لكن المشكلة أين؟ يعني أن النظام يدعي أن المشكلة في نقص الكهرباء مثلا، لكنه في الوقت ذاته يقوم بتمويل أو يعني بوصل التيار الكهربائي إلى شاليهات الشاطئ، عفوا مو شاليهات الشاطئ الأزرق، شاليهات الرمال الذهبية، شاليهات نادي الضباط على مدار 24 ساعة. ومؤخرا منح هذا الخط الساخن الكهربائي الساخن أيضا لكورنيش طرطوس على مدار 24 ساعة. يعني هل يعقل أن يمد النظام مثلا هذه المناطق بالكهرباء لمدة 24 ساعة بدعوى أنها سياحية وأن الناس يقصدوها من كافة مدن سورية، ويترك سكان المدينة عطشة؟ هذا من جانب الكهرباء. أما من جانب المازوت، فالمازوت هناك أزمة مازوت حقيقية كما هناك أزمة كهرباء، لكن المشكلة أي؟ أن النظام لا يريد، هو لا يريد تشغيل هذه المولدات أو هذه الشفاطات من أجل تأمين المياه كما قلنا، من أجل الضغط على الناس، لأن المازوت متوفر موجود الآن. الكازيات في الساحل السوري تبيع المازوت، يعني النظام يعطيها المازوت وتبيعه بالسعر الحر. ألا يمكن تخفيض كمية المازوت الذي يباع بالسعر الحر وتمويل فقط مولدات أو يعني مضخات المياه لسقاية الناس؟ أمر غريب جدا. يعني هذا ما يفعله النظام حتى بأنصاره ومواليه، خشية يعني هو يريد استمرار الضغط عليهم، خشية تفكيرهم في الخروج عن طاعته. لكن ألا يمكن أن ينعكس ذلك سلبا على النظام نفسه؟ لأنه على ما بدا من الأزمة فقد دفعت هذه الأزمة الناس والأهالي إلى الكتابة على وسائل التواصل الاجتماعي وانتقاد هذا الوضع والتهميش في أزمات المدينة المائية والكهربائية وكل ذلك. ما مدلولات ذلك برأيك عبد السلام؟ صديقي الكريم، يعني خرج ملايين السوريين يطالبون بالحرية والعدالة والكرم، النظام بطش بهم جميعا، قتل وشرد وهدم وتحول نصف الشعب السوري إلى لاجئ ونازح في سوريا وخارجها، دمر ما دمر وهجر ما هجر كما تحدثنا. هل هو يعني مهتم كثيرا أو يأبه كثيرا بأن يعترض شخص هنا أو شخص هناك على الفيسبوك أو على الانستغرام أو على وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى؟ هذا غير وارد إطلاقا، عدا عن أنه مؤخرا يعني سن قوانين خاصة تجرم وتمنع السوريين في مناطق سيطرة النظام من الحديث بالشأن العام أو انتقاد الشأن العام، وهو حضر يعني قائمة من التهم سيوجهها لمن يكتب في هذا الاتجاه، منها وهن نفسية الأمة، ومنها نقل أخبار كاذبة وغير ذلك. ومجرد سن هذا القانون، هذا سيحد كثيرا من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، هو لا يأبه بها، يعني حتى لو لم يكن هذا القانون موجودا، نحن كتبنا على وسائل التواصل الاجتماعي ولدينا العديد من وسائل الإعلام كمعارضة طبعا. من يأبه؟ النظام لم يأبه، النظام العالمي أيضا يحمي هذا النظام الصغير في سوريا، وهو غير آبه بردة فعل الموالين له، وهو جربها سابقا ولم يعني تركهم يخوضون في أزمات كبرى مشابهة، ولكنهم لم يتحركوا ولم يفعلوا شيئا، ولن يفعلوا شيئا هذا اليوم أيضا، ولن يتأذى النظام من هذه العملية. هو فقط يريد المزيد من الضغط والأزمات على السوريين، ولديه من الحجج والمبررات ما يكفي ليسوقها لهؤلاء القطيع أو المساكين
طبعا بعضهم قطيع وبعضهم مساكين وبعضهم صامتون قسرا وهكذا فقط لإسكاتهم وذر الرماد في أعينهم. بتقديرك كيف ستكون الآثار السلبية لأزمة انقطاع المياه في طرطوس وريفها على الوضع المعيشي بشكل عام، ولنكن أكثر تحديدا على المحاصيل الزراعية وممن يعتمدون على الماء كمصدر رزق لسقاية محاصيلهم؟ طبعا أهلنا السوريين بالداخل ما نم بحاجة لمزيد من الأزمات ليغوضوا أكثر ليعانوا أكثر من الأزمة المعيشية. أزمة في كل شيء، ماء، كهرباء، طعام، أي شيء، كل شيء ينقص السوري في الداخل، كل شيء تماما. اليوم تأتي أيضا مشكلة المياه. على فكرة المشكلة ليست فقط في طرطوس، هي أيضا في اللاذقية، وفي كل يوم يتحججون بأن المضخات متعطلة وأن خط الجر الكذا يعني متعطل، وهذه المشكلة عامة. المواطن ستزداد معاناته، ولا سيما أنه لا يستطيع دفع ثمن يعني شراء الماء المأجور من الشوارع ومن الصهاريج والسفارات وما إلى ذلك. أما من ناحية سقاية المزروعات، ليكن معلوما أن النظام أبدا في طرطوس لم يقدم أي شبكة مياه لسقاية المزروعات، والمزروعات في طرطوس لن تتأثر، لأن الذين يزرعون الخضار وفي البيوت البلاستيكية أو غيرها في الأرياف يعتمدون إما على الينابيع أو على الآبار التي يحفرونها في أراضيهم، وبالتالي يعني هم سيتأثرون بشكل عام، لأن هناك يعني نقص في الكهرباء ونقص في الوقود لا يستطيعون ضخها، ولكن بشكل عام يعني شبكة المياه الحكومية لا تقدم أي خدمة لري المزروعات في الساحل السوري. طبعا في اللاذقية هناك شبكة ري أحضرها من سد 16 تشرين على النهر الكبير الشمالي، أما في طرطوس ليست هناك أي شبكة لسقاية المزروعات عبر يعني خدمات قدمتها الحكومة. المواطنون يعتمدون على أنفسهم وسيستمرون في ذلك، رغم أنه أزمة المياه يعني أزمة مياه الشرب يعاني منها الجميع الآن في الريف والمدينة، ما لم يكن هناك ينابيع قريبة منهم أو قرى صغيرة فيها السواقي والينابيع. وكما قلنا هي كثيرة، يعني المشكلة فقط أن الناس يعانون العطش، يعني ري المزروعات لن تأثر كما قلنا لأن الجهة الشخصية، العطش هو من سيزيد العبء على كاهل هؤلاء الناس المساكين المحكومين بنظام قهري استبدادي في الساحل وفي سوريا عموما. شكرا لك على المشاركة الصحفي عبد السلام حاج بكري، كنت معنا من باريس. من تفاقم الفساد والمحسوبيات في مناطق نظام الأسد واستمرار أزمة المياه في طرطوس إلى غياب الكهرباء وقطع المازوت عن المولدات وتهديد أصحابها في مناطق الإدارة الذاتية.